يا صباح الزمالك، صباح الفل والخير على كل مشاهدي وجماهير نادي الزمالك العظيمة في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نهارك أبيض، حلقة يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023، وإن شاء الله حلقة تنال إعجاب كل السادة المشاهدين وكل جماهير نادي الزمالك العظيم. مفيش شك إن كل التركيز والشغل الشاغل في الوقت الحالي لفريق نادي الزمالك هي افتتاحية الموسم والمباراة المهمة اللي هتجمع نادي الزمالك مع نادي بيراميدز في أول مباراة نادي الزمالك في الموسم الجديد. أكيد بنتمنى إن الغيابات اللي هتكون موجودة في فريق نادي الزمالك زي أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وعواد، إن شاء الله بنتمنى إنها ما تأثرش بتأثير كبير. طبعا لعيبة كبار جدا سواء فتوح او احمد سيد زيزو اللي خلاص هيتاكد غيابه بسبب الايقاف، وفتوح يعني في محاولات كده من الجهاز الطبي والجهاز الفني انه يحاول على قد ما يقدروا ان هو يلحق المباراه، لكن ان شاء الله بنتمنى يكون الخير في اللي موجودين، يكون اي لعيب هيشارك يعوض غياب هؤلاء اللاعبين المحترمين الكبار، وان شاء الله نادي الزمالك يحقق نتيجه ايجابيه. لكن مفيش شك برضو ان المباريات الكبيره دي زي انت هتواجه نادي بيراميدز فريق كبير وعنده عناصر كبيره جدا، لعيبه نادي الزمالك عليها دور وعليها عامل مهم جدا جدا جدا، والجهاز الفني عليه دور اكبر بشكل يعني فوق الوصف، وتحديدا مستر اوزوريو وازاي هيتعامل بقى مع الغيابات اللي موجوده زي ما احنا اتكلمنا مع حضراتكم فيها. لكن عايز اقول نقطه وجزئيه مهمه جدا جدا عشان بس نبقى على نور قبل ما نبتدي ان شاء الله اول مباراه لينا في بطوله الدوري. جمهور نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك جمهور واعي وجمهور فاهم كوره بشكل كبير جدا جدا، وايضا جمهور عارف ان المعادله مش بس قصه انها مدير فني وخلاص. يعني مستر اوزوريو هو انا مش قصه ان انا مدير فني بحط خطه لعب او بشرح للعيبه كل واحد دوره في الملعب وخلاص وانزل طبق، يا تكسب يا تخسر وخلاص. احنا لو جبنا جوارديولا في الوقت الحالي هيقابل ظروف صعبه جدا جدا مع نادي الزمالك، نظرا طبعا للظروف اللي بيمر بيها والكواليس اللي احنا كلنا عايشينها الفتره اللي فاتت وعايشينها لحد دلوقتي. مستر اوزوريو، لو هنتكلم عن مستر اوزوريو بالتحديد، الراجل يا جماعه اول حاجه احنا هنا مش بندافع ومفيش حد فوق النقد، كل مدرب لازم بينتقد من سواء من اعلاميين سواء من مسؤولين سواء من محللين سواء من جماهير سواء من اي حاجه، لكن احنا عايزين نتكلم في بعض النقط عشان بس نوضح الامور لجماهير نادي الزمالك اللي البعض منها يعني ممكن من دفع حماسه ومن دفع حبه للنادي الزمالك ما بيحطش الكلام ده في اعتباره. بس مستر اوزوريو الراجل يا جماعه من ساعه ما جه هو عايز يشتغل، عايز يحقق حاجه معينه، عايز يطبق فكره ويطبق حاجه جديده بالنسبه للعيبه نادي الزمالك وفريق نادي الزمالك. الراجل كل شويه غير خطه لعب، الراجل كل شوية عايز يعمل لك حلول هجومية ودفاعية مختلفة غير أي فريق تاني موجود في مصر في الدوري المصري أو حتى في البطولات الأفريقية أو في أي بطولة نادي الزمالك بيشارك فيها. احنا نادي الزمالك مثلا ساعات الجمهور بنكسب مباراة بتكون خطة اللعب خلاص اللعيبة حفظتها واللعيبة أدت مباراة كويسة وكل واحد تألق وحقق نتيجة إيجابية و و و نيجي المباراة التانية نلاقي مستر اوزوريو حب يعمل حاجة جديدة، حب يغير في التشكيل، حب يغير طريقة لعبه. طب ده ليه؟ ما هو انا برضو كمدير فني بالنسبه لاي فرقه تانية يعني خلاص يمكن زمان كنا ايه اما اي حد بيجي يلعب نادي الزمالك خلاص انا عارف النهارده مستر اوزوريو هيبتدي بالتشكيل الفلاني، اللعيب ده هيلعب هنا، اللعيب ده هيلعب هنا، فخلاص انا طريقه نادي الزمالك بالنسبه لي محفوظه. وده اللي بيشتغل عليه مستر اوزوريو في الوقت الحالي ومن ساعه ما جه مع نادي الزمالك، اللي هو دايما عايز يبقى فريق نادي الزمالك بشكل مختلف وشكل متطور في جميع النواحي، سواء النواحي الفنيه من حيث طبعا خطه اللعب او من حيث الجوانب البدنيه في ان انت ازاي تبقى لعيب واقف على رجلك بلغه الكره في الملعب. فده يا جماعه امر مهم جدا وامر ايجابي جدا، لكن ممكن القماشه او بعض اللعيبه اللي موجودين في نادي الزمالك ممكن مش قادرين يطبقوا الفكر اللي عايزه مستر اوزوريو او خطه اللعب اللي عايزها مستر اوزوريو. طبعا كل لعيب ليه امكانيات وهي لعيبه الكره كلها يا جماعه في العالم كل واحد ليه امكانياته. فالقصة ان مستر اوزوريو راجل ده راجل لسه جاي له دعوه من اسبانيا عشان يروح يحاضر هناك في المدربين. مستر اوزوريو يا جماعه مدرب كبير جدا، سي في كبير جدا سواء مع المنتخبات اللي دربها او حتى مع الفرق اللي دربها، فاحنا لازم نبقى حاطين في اعتبارنا ده. الراجل
عايش مشاكل نادي الزمالك زيه زي اي حد. هو راجل اجنبي، الراجل كان ليه مستحقات متاخره بقالها فتره، الراجل ما اتكلمش، الراجل عارف الظروف اللي النادي بيمر بيها برضه والوضع اللي النادي بيمر بيه، مفيش قيد، مفيش صفقات، مفيش تدعيمات، الراجل برضه ما اتكلمش. طب ده ايه؟ هو واحد بجد اما جه نادي الزمالك حب نادي الزمالك، عايز يعمل حاجه لنادي الزمالك. فده المفروض كل جماهير نادي الزمالك تحطه في الاعتبار بالنسبه لها، ان الراجل عادي وارد، ما هو مفيش برضه زي ما اللعيب ممكن يبقى غير موافق في المباراه، كذلك المدير الفني ممكن يبقى غير موافق في المباراه. حتى الراجل في المباراه الاخيره طلع في المؤتمر الصحفي ما قالش، ممكن مدير فني يقول لك انا يا عم انا مفيش تدعيمات، انا مفيش صفقات، انتوا بتكلموني في ايه؟ انا بواجه ظروف محدش يستحملها. لكن الراجل طلع قال لك ايه؟ قال لك احنا ما كناش مركزين بالقدر الكافي، قال لك احنا لعيبه نادي الزمالك يعني كانت زي في داي اوف او خارج التركيز طول المباراه وما كانش فيه توفيق، وهنعوض الماتش اللي جاي. وقعد يتكلم كلام ان هو واحد اكنه واحد من ابناء نادي الزمالك، واحد غيره كان طلع زي ما انا بقول، قال لك انا تدعيمات وصفقات وانا بعيش في ظروف صعبه واللعيبه ما بتاخدش مستحقاتها وكذا وكذا وكذا. وبالنسبه برضو حكايه المستحقات، هو برضو يا جماعه المناخ اللي حوالين اللعيبه والمناخ اللي حوالين النادي بشكل عام بيفرق بشكل كبير جدا جدا. انت اما يكون في فلوس، اما يكون في استقرار، اما يكون في تدعيمات، اما يكون في مستحقات متوفره للعيبه، كل دي حاجات بتجيب الاستقرار. يعني احنا شئنا ام ابينا في الوقت الحالي هو ده اللي الظرف النادي بيمر بيه وهو ده اللي مش موجود. لكن اكيد بنامل ان شاء الله الفتره الجايه، ان شاء الله كلنا متفائلين بالفتره الجايه مع وجود وتواجد مجلس اداره جديد ومجلس اداره منتخب، يقدر ان شاء الله يوفر الاستقرار ويوفر المناخ المناسب مش بس لفريق الكره نادي الزمالك، لكل الفرق وكل الالعاب اللي موجوده داخل نادي الزمالك. فيا جماعه عايزين نستحمل ونتحمل ونصبر على مستر اوزوريو. احنا هنا زي ما احنا بنقول في قناه الزمالك مش بندافع على مديرنا الفني، بس هي دي الظروف اللي احنا لازم نوضحها للجماهير عشان الجماهير تبقى فاهمه برضو المدير الفني بيمر بايه. ده بالنسبه لمستر اوزوريو. لو هنتكلم على لعيبه نادي الزمالك، فلعيبه نادي الزمالك احنا كل اللي احنا طالبينه منكم الفتره اللي جايه ان احنا خلاص بقى ننسى اللي فات، ننسى الفتره اللي فاتت دي، ويبقى كلنا ثقه اللي ان شاء الله الفتره اللي فاتت دي مش هتتكرر. جماهير نادي الزمالك جماهير العظيمه هي عايزه منك ايه؟ عايزه منك انك تقاتل ويبقى في اصرار وروح في الملعب، بس اعمل اللي عليك والنتيجه دي بتاعت ربنا، ما تعملش حاجه تاني. الجماهير هتشوفك بتموت نفسك في الملعب وبتعمل اللي عليك وبتضيع وبتخلق فرص للفريق وبتعمل كل حاجه، الجماهير مش هتتكلم عشان هتبقى شايفه وهتبقى فاهمه. كل مباراه احنا عارفين ليها ظروفها، بس انت لازم تعمل اللي عليك كلعيب. اي لعيب بقى ليه مستحقات متاخره، عندك مشاكل في العقد بتاعك، عندك مشاكل في التجديد، عندك مشاكل في اي حاجه، زي ما انا بقول نادي الزمالك داخل على فتره ان شاء الله استقرار وهيكون في مجلس منتخب هيحل لك بقى كل ده. لو ليك جنيه كده كده هتاخده، نادي الزمالك عمره ما بياكل فلوس ولا بياكل يعني حق حد، وده اللي احنا اكيد بنشوفه. لعيبه كتير قوي كان ليها فلوس ومستحقات مشيت بقى لها 20 سنه وخدت فلوسها برضه. فانت لازم يبقى كلعيب متاكد من النقطه دي، لكن برضه خلاص بقى ان الاوان انك تلعب عشان خاطر، قبل ما تلعب عشان خاطر نفسك انت تلعب عشان خاطر الجماهير، الجماهير اللي سبب في شهرتك، الجماهير اللي سبب في كل حاجه انت وصلت لها في الوقت الحالي. الجماهير يا جماعه عشان بعد كده الجماهير يقولوا والله احنا كان عندنا اللعيب ده، احنا كان عندنا اللعيب ده كان بيموت نفسه، كان بيلعب في ظروف صعبه، كان بيطلع من الملعب خلاص مفيش نفس عشان خاطر فانيله نادي الزمالك وشعار نادي الزمالك. انت في مباراه بيراميدز انت كفايه شعار نادي الزمالك اللي على تيشرت نادي الزمالك اللي انت لابسه وانت نازل، ده لوحده بيسبب رهبه وبيسبب خوف لاي فريق قدامك مهما كانت العناصر واللعيبه اللي في نادي الزمالك مين، او حتى لو انت مش في حالتك اسم نادي الزمالك وشعار نادي الزمالك ده لوحده كفايه. فانت كلعيب لازم تبقى فاهم النقطه دي وتلعب على العامل النفسي ده، اللي انت في نادي كبير لابس تيشرت اي حد بيتمنى يلبسه، اي حد بيتمنى يعدي من قدام نادي الزمالك مش يلبس تيشيرت نادي الزمالك. ده اللي انت لازم تحطه في عين الاعتبار الفتره الجايه، الجمهور ثم الجمهور ثم نفسك بعد كده. واحنا واثقين فيكم،
وهنفضل ندعمكم وهنفضل نساندكم وهنفضل زي ما انت عايز تقول قول في النقطه دي. عمر ابدا ما في فريق ولا لعبه داخل نادي الزمالك عمر ما جماهير نادي الزمالك وقفت ورا وساندتها. دايما جماهير نادي الزمالك واقفه ورا فريقها، دايما جماهير نادي الزمالك في مسانده اي فريق واي لعبه داخل نادي الزمالك. فاحنا ان شاء الله بنتمنى لكم التوفيق، ان شاء الله تكون بدايه ايجابيه، يكون انتصار يرجع تاني شخصيه نادي الزمالك، ويكون بدايه وانطلاقه ان شاء الله الموسم يبقى تاريخي نادي الزمالك. انتوا عملتوها قبل كده اما كان في وقف كده وكان في مشاكل، عملتوها قبل كده، مش جديد ومش صعب. محتاجين تركيز، محتاجين نبقى زي ما نقول كده ايه، على قلب او قلب رجل واحد في الملعب، يبقى فيه روح جميله. اسم نادي الزمالك وشعار نادي الزمالك زي ما انا بقول هو الهدف، هو اللي تحطه قدامك، هو جماهير نادي الزمالك العظيمه. تفتكر البطولات وتفتكر لحظات الفرح وتفتكر لحظات الدعم اللي الجماهير كانت دايما معاك فيها في كل مباراه. هو ده اللي احنا طالبينه منكم كلعيبه، وان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك والجهاز الفني نادي الزمالك، وان شاء الله نادي الزمالك يرجع له تاني الاستقرار وترجع له تاني البطولات، عشان جماهير نادي الزمالك العظيمه تستحق اكتر من كده بكتير، وتستحق نادي الزمالك دايما يبقى في المقدمه عن اي فريق تاني. في فقره سهم وكوس النهارده هينورني ويشرفني نجم كبير جدا جدا جدا، الكابتن محمد رمضان هتلر، لاعب كرة اليد السابق بنادي الزمالك اللي حقق بطولات كبيرة جدا جدا سواء مع منتخبنا الوطني أو مع نادي الزمالك، ويعتبر أساطير من أسطورة أو أساطير دفاع نادي الزمالك في كرة اليد الزملكاوية. خلونا دلوقتي نروح نستعرض معاكم كل الأخبار على الساحة المحلية وفقرة اقرا الخبر. في نهارك زملكاوي النهارده شهدت تدريبات الزمالك الجماعيه امبارح الثلاث على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله مشاركه كل من احمد سيد زيزو صانع العاب الفريق بصوره طبيعيه جدا، وتاتي مشاركه زيزو في التدريبات الجماعيه بعد تعافيه من الاصابه اللي تعرض ليها بكدمه في انكل القدم. وغاب زيزو عن مباراه الزمالك امام ارتا سولار الجيبوتي في بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه بسبب الإصابة اللي تعرض ليها مع منتخبنا الوطني في المباراة الأخيرة اللي جمعت منتخبنا الوطني مع منتخب تونس. وأكيد بنتمنى كل السلامة لواحد من اللعيبة الكبار جدا في تشكيلة نادي الزمالك كابتن أحمد سيد زيزو. كمان خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق تدريبات بدنية خاصة في صالة الجيم بمقر القلعة البيضاء على هامش مران امبارح الثلاث استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في مسابقه الدوري الممتاز. وبيأدي فتوح في الوقت الحالي برنامج تدريبي خاص في ظل معاناته من الام في عضلات البطن، ويسعى الجهاز الطبي طبعا الدكتور محمد اسامه لتجهيز اللاعب، وبيعملوا زي ما انا بقول لحضراتكم مجهود غير طبيعي عشان فتوح يتماثل للشفاء، وان شاء الله يكون ليه فرصه يعني ان هو يكون موجود في مباراه بيراميدز القادمه بعد الإصابة اللي لحقت باللاعب في معسكره الأخير مع منتخبنا الوطني. كمان وصل محمد عواد حارس مرمى الفريق خوض برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية، وبيأدي عواد تدريبات تأهيلية خاصة في ظل معاناته من الإصابة برشح في الركبة، وأدى الحارس تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي كما خاض تدريبات الجري حول الملعب. كمان حرص الكولومبي خوان كارلوس أوزوريو المدير الفني لفريق نادي الزمالك على معالجة بعض الجوانب الدفاعية خلال التقسيمة الفنية اللي خاضها الفريق في مران امبارح الثلاثاء، وشهد المران في البداية جلسة مطولة بين الجهاز الفني واللاعبين تحدث خلالها الكولومبي أوزوريو عن بعض الملاحظات على أداء كل لاعب، وامتدت الجلسة حوالي نصف ساعة. وأكد المدير الفني للزمالك أنه يعني مش هيرضى غير بانطلاقة قوية في الموسم المحلي الجديد، وهيرفض تماما أي صورة سلبية تعرض لها الفريق، وإن ما حدث في مباراة أرتا سولار غير مقبول أنه يحصل مرة تانية. وحرص أوزوريو خلال التقسيمة الفنية على علاج الأخطاء اللي وقع فيها اللاعبين سواء على المستوى الدفاعي أو على المستوى الهجومي خلال المباراة الأخيرة.
كمان شهد التدريبات فريق الزمالك امبارح الثلاث مشاركه عبد الله جمعه الظهير الايسر بعد فتره طويله من الغياب بسبب الاصابه اللي تعرض ليها اللاعب الفتره الاخيره، وكان عبد الله جمعه بيعاني من اصابه قويه في الركبه، غاب على اثرها لفتره طويله عن المشاركه في التدريبات الجماعيه مع الفريق. وانتظم الظهير الايسر في التدريبات الجماعيه بعد تماثله للشفاء واطمن خلاص الجهاز الطبي على جاهزيته للمباريات، وشارك عبد الله جمعه في التقسيمه الفنيه بصوره طبيعيه وتاكدت جاهزيته للمشاركه في المباريات المقبله. كمان حرص مدحت عبد الهادي طبعا المدرب العام للفريق على عقد جلسه خاصه مع رباعي الدفاع حمزه المسلوسي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد، وجاءت الجلسه بعد نهايه مران الزمالك امبارح عشان يشرح كابتن مدحت عبد الهادي بعض التعليمات الفنيه بشان التمركز الصحيح وبعض الواجبات الدفاعيه. كمان حضر الكولومبي اوسوريو المدير الفني للزمالك جزء من الجلسه للتنسيق مع الكابتن مدحت عبد الهادي بشان بعض التعليمات الفنيه للاعبين. لسه متواصلين معاكم في نهارك زملكاوي، ابراهيم انضاي طبعا وعلي ياسر ومحمد صلاح ثلاثي هجوم فريق الزمالك خاضوا تدريبات فنيه خاصه عقب انتهاء التقسيمه الفنيه خلال مران امبارح، وادى الثلاثي تدريبات خاصه بالتسديد على المرمى وكيفيه التعامل مع الكرات العرضيه، وقاد الفقره دي كابتن احمد مجدي المدرب المساعد اللي تولى ارسال الكرات العرضيه ومنح اللاعبين التعليمات الفنيه خلال المران. كمان تماثل عمر جابر الظهير الايمن للفريق طبعا من الاصابه اللي كان بيعاني منها بنزله برد في السفريه اللي فاتت للزمالك طبعا مع مباراته في ارتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور ال 32 للكونفدراليه الافريقيه، وشارك عمر جابر في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي وادى كافه الفقرات المران بعد التاكد من سلامته. خرج عمر جابر من قائمه الزمالك لمباراة الأخير أمام أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية بسبب الإصابة وبسبب نزلة البرد قبل أن يعود للمشاركة في مران امبارح بصورة طبيعية، وإن شاء الله يكون جاهز لمباراة بكرة أمام نادي بيراميدز. خلينا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع بقى عشان نستعرض معاكم كل الجديد على الساحة العالمية في نهارك عالمي. بعد الفاصل لسه مكملين معاكم في نهارك أبيض. اهلا بكم من جديد، ودلوقتي خلونا نبدا نهارنا العالمي من عند دوري ابطال اوروبا اللي انطلقت مباريات الجوله الاولى من دور المجموعات امبارح وشهدت اقوى مباريات الثلاثاء تحقيق باريس سان جيرمان فوز مهم جدا على ضيفه بروسيا دورتموند بنتيجه هدفين مقابل لا شيء. الهدفين سجلهم النجم الفرنسي كيليان امبابي في الدقيقه 49 والمغربي اشرف حكيمي في الدقيقه 58 من عمر المباراه، وبكده بيتصدر باريس سان جيرمان مجموعة الموت زي ما سموها برصيد 3 نقاط، ويليه اي سي ميلان ونيوكاسل يونايتد بنقطة ثم دورتموند بلا رصيد من النقاط. الفريق الفرنسي قدم مستوى مميز طوال المباراة وفرض سيطرته على مجريات الشوط الأول، ووصلت نسبة استحواذه للكرة بحوالي 70% واحتسبت ليه 10 ركلات ركنية في الشوط الثاني. سجل امبابي واشرف حكيمي الهدفين في ربع الساعه الاولى ليحسم باريس الفوز وصداره المجموعه. لسه في مجموعه الموت والمره دي مع نيوكاسل الانجليزي العائد الى دوري الابطال لاول مره من 20 سنه واللي احبط ميلان وفرض عليه التعادل السلبي على ملعبه في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة. الفريق الإنجليزي صمد في وجه محاولات ميلان واللي وصلت ل 25 هجمة مقابل 6 هجمات فقط لنيوكاسل. التعادل خارج الأرض بيمنح نيوكاسل أمل في إمكانية المنافسة على خطف إحدى البطاقات للتأهل عن المجموعة الأقوى في دوري الأبطال هذا الموسم.
نروح بقى لحامل اللقب فريق مانشستر سيتي الانجليزي اللي حقق الفوز على حساب ضيفه النجم الاحمر الصربي بثلاثه اهداف مقابل هدف. حامل لقب دوري ابطال اوروبا حول تاخره بهدف الغاني عثمان بوكاري في الدقيقه الاخيره من الشوط الاول الى فوز بثلاث اهداف، سجلهم الارجنتيني جوليان الفاريز هدفين والاسباني رودريجو في الدقيقه 47 والدقيقه 60 و73 على الترتيب. ولحساب نفس المجموعه حقق لايبزيج الالماني الفوز على مضيفه فريق يانج بويز السويسري بثلاثه اهداف مقابل هدف. نروح لفريق برشلونه الاسباني اللي بيواصل عروضه الرائعه الموسم ده وبدا مشواره في دوري ابطال اوروبا بفوز كبير وعريض على انتويرب البلجيكي بنتيجه 5-0. اهداف البارسا سجلها جواو فيليكس هدفين والهداف القدير روبر ليفاندويسكي ولاعب الوسط جافي. كمان سجل لاعب انتويرب جيلي باتيلي هدف بالخطا في مرمى فريقه. بالنتيجه دي حصد برشلونه اول ثلاث نقاط ليه في مشواره بهذه المجموعه فيما يتبقى انتويرب بدون رصيد من النقاط. لسه مع برشلونه والمره دي مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي اللي وصل امبارح للهدف رقم 100 في البطولات الاوروبيه بعد تسجيله هدف في مرمى انتويرب البلجيكي. الهداف البولندي بيعادل رقم الاسطوره ليونيل ميسي بتسجيله 92 هدف في دوري الابطال واصبح ترتيبه الثاني بين اكثر المسجلين في البطوله منذ موسم 2011-2012 بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي سجل 112 هدف والاسطوره ميسي صاحب ال 92 هدف. اهداف ليفاندوفسكي ال 100 جت على النحو التالي: 92 هدف بدوري الابطال في 112 مباراه و8 اهداف باليوروبا ليج في 26 مباراه. طبعا ليفاندوفسكي واحد من اقوى المدافعين في تاريخ الكوره العالميه. وبنختم نهارنا العالمي مع دوري ابطال اسيا وتحديدا من عند النصر السعودي اللي حقق فوز مهم على مضيفه فريق بريسوبليس الايراني بهدفين في الجوله الاولى للمجموعه الخامسه في دوري ابطال اسيا. عبد الرحمن غريب افتتح التسجيل لفريق النصر في الدقيقه 62 من عمر اللقاء واضاف محمد قاسم ثاني اهداف النصر في الدقيقه 72 من تسديده قويه جدا فشل حارس الفريق الايراني في التصدي لها. وبكده طبعا في نفس المجموعه تعادل الدحيلي القطري مع مضيفه فريق الاستقلال من طاجكستان بدون اهداف ليتصدر النصر المجموعه برصيد 3 نقاط. فريق النصر السعودي وجد استقبال حافل من الجماهير الايرانيه اللي رحبت بالنجم العالمي كريستيانو رونالدو وكمان زميله السنغالي ساديو ماني. طبعا كان استقبال كبير جدا جدا زي ما كلنا تابعناه الفتره الاخيره من الجماهير الايرانيه للنجم الكبير كريستيانو رونالدو. خلينا دلوقتي نروح للقطه اليوم اللي بعنوان كريستيانو رونالدو الانسان. الو فاطمة ايه اسم تشيا؟ واو فيري جود بجوبا بوينت. فيليس يا نايس في فاطمة مشاهد بصراحة ولقطات تعودنا عليها بقت خلاص لقطات طبيعية من النجم الكبير كريستيانو رونالدو مع طبعا أحد ذوي الهمم اللي يعني جت المعسكر للنصر السعودي وكانت حابة تشوف كريستيانو رونالدو. وكريستيانو رونالدو زي ما احنا شفنا قابلها بشكل يعني جميل جدا جدا وهي رسامة ورسمت له صورتين في غاية الروعة هو أكيد اتبسط بيهم. ودي حاجات زي ما أنا بقول اتعودنا منها ولقطات خلاص بقت طبيعية من نجم كبير جدا 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 بحجم كريستيانو رونالدو. دلوقتي خلونا نظبط ساعتنا مع بعض ونروح عشان نتعرف على أبرز مباريات اليوم.
اهلا بكم من جديد. ودلوقتي وصلنا لفقره الشارع الابيض. جمهور نادي الزمالك هو الداعم والسند وزي ما احنا كلنا عارفين، والتاكيد في اصعب الظروف دايما بتلاقيه حاضر وواقف في ظهر فريق نادي الزمالك. عشان كده كان عندنا رساله مهمه جدا، رساله دعم من جماهير نادي الزمالك للاعبين والجهاز الفني قبل انطلاقه الدوري ان شاء الله بكره بمواجهه نادي بيراميدز. تعالوا نروح للتقرير ونرجع مره ثانيه. كويسين ولاعيبه، احسن لعيبه في مصر واحسن لعيبه في الدوري العام، فاحنا بنتمنى منكم ان احنا نعمل حسابنا ونعمل الحساب لكل الفرق اللي هتلعب، ما نعملش الفرق بين فريق صغير وفريق كبير، وما نخافش من حد ونعمل اللي علينا وربنا معانا ان شاء الله. انا بحب اوجه الشكر للاعيبه الزمالك عليا اللي في الفتره اللي فاتت دي كلها، وهم قادرين بقدر الامكان، هم عندهم اكتر من كده بكتير، وعلياتهم لعني لاعيبه دوليين من كل اللي في مصر والمحترفين برضك، والزمالك عنده اكتر من كده بكتير. يعني هقول له ربنا يوفقهم والله ويكرمهم، هو بس الفتره دي صعبه شويه، بس هنقول الحمد لله. يعني انا بقول لهم ربنا معاكم وهتثبتوا وهتكسبوا بيراميدز ان شاء الله، شد حيلكم وتثبتوا وجودكم معانا. ربنا معاهم وان شاء الله يكسبوا الماتش دوت، وطبعا ان شاء الله خير وفتحه خير ان شاء الله علينا في الموسم ده ان شاء الله، وهياخدوا الدوري ان شاء الله، وربنا معاهم ان شاء الله ووفقهم في الماتش بيراميدز الجاي. حابين نقول لهم ان انتوا الموسم اللي فات استحملتوا كتير، احنا بنطالب مجهود اكبر الموسم ده، محتاجين يعني لعب برجوله موتوا، ولا بطوله الموسم اللي فات، ولكن احنا مقدرين الظروف الاداريه اللي كان فيها النادي وشكرا. طبعا زي ما شفنا دي كانت اراء بعض جماهير نادي الزمالك العظيمه عن رايها وجهه نظرها في مباراه بيراميدز. ودايما مباريات بيراميدز ونادي الزمالك بتتسم بالاثاره والنديه بين الفريقين، والسجلات هي اللي بتقول كده، اللي دايما بيبقى فيه نديه واثاره بين الفريقين. واحنا بلغه الكوره كعبنا عالي على فريق بيراميدز، يعني لما تيجي تشوف كده المواجهات بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز هتلاقي تفوق كبير جدا جدا لفريق نادي الزمالك على فريق نادي بيراميدز، وده اللي احنا بنطالب بيه، اللي انت تستغل العامل النفسي بينك وبين نادي بيراميدز. انت تنزل المباراه شعار نادي الزمالك وفانيله نادي الزمالك هي متفوقه على نادي بيراميدز في النتائج وفي كل حاجه، فلازم لعيبه نادي الزمالك تبقى حاطه ده في عين الاعتبار زي ما قلنا في بدايه الحلقه، وان شاء الله يكون انتصار ويكون انطلاقه قويه نادي الزمالك من مباراه بيراميدز، ويكون نقطه تحول في مستوى لعيبه نادي الزمالك اللي كلنا ثقه وكلنا دعم ليهم في كل الظروف وفي كل الاوقات. تعالوا دلوقتي نروح نشوف تقرير تاني عن افضل ذكريات جماهير نادي الزمالك مع مواجهات نادي بيراميدز، ونرجع مره ثانيه. ماتش نهائي الكاس بتاع 3-0، وماتش طبعا 3-3 الشهير، اول ماتش بيراميدز لعب بيراميدز يعني، ومن افضل الماتشات بقى اللي شفتها بتاعت بيراميدز بتاعت 3-0 بتاعت نهائي الكاس، لما كان الزمالك لسه جايب بن شرقي جديد، وكان مصطفى محمد رجع، وكان كنا جايبين لسه عواد وكده. نادي الزمالك اسم كبير وكيان كبير، واهم حاجه هم بيلعبوا يبقى عارفين قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه. ماتش 3-3، الجون بتاع فرجاني ساسي كان ماتش هايل، كان في تكافؤ فرص بين الاثنين، كان ماتش كره حقيقي، وطبعا ماتش نهائي كاس مصر ده اللي يذكر في التاريخ. كان اول ماتش لاشرف بن شرقي ونجح انه يسجل جونين، وكان مفتاح الفوز للزمالك بالبطوله. شد حيلكم، انتوا بتلعبوا باسم نادي كبير، انتوا لعيبه كبيره ولعيبه امكانياتكم عاليه. الماتش من سنتين ثلاثه نهائي الكاس 3-0 كان فيه اشرف بن شرقي تقريبا، ويعني الماتش اللي فات برضه بتاع 3-0 ده اللي هو كان فيه شيكابالا اللي جه فيه الجون الاخير ده الشوطه من بره 18 ضربه، ده كان ماتش حلو. 3-3 دي كانت افضل مباراه انا شفتها للزمالك وبيراميدز الاثنين مع بعض. هو الصراحه مش متابع كوره قوي، بس انا بحب نادي الزمالك جدا، وبحب يعني اشوف بحب اطلع يعني اتكلم عنه، وبحب اطلع بشوف عنه على النت كتير قوي. انا بحبهم، انا بحبكم جدا قوي كمان. 3-3 التعادل، بس احنا اتظلمنا في الماتش دوت طبعا، يعني بطرد عبد الله جمعه، وكان فرجاني ساسي كان هو نجم الماتش. لما الزمالك غلب بيراميدز 3-1 كان الاداء ممتاز بصراحه. ان شاء الله الماتش الجاي باذن الله الزمالك هيفوز برضه ان شاء الله باذن الله. طبعا ان شاء الله زي ما احنا هنكرر ونقول ونعيد، تبقى بدايه قويه بكره نادي الزمالك، ونحقق نتيجه ايجابيه، ويرجعونا بقى تاني الذكريات الجميله اللي كل الجماهير طبعا كلمتنا عليها في ذكرياتهم الجميله والنتائج الكبيره اللي حققها نادي الزمالك مع نادي بيراميدز. اكيد كل التوفيق بكره لفريقنا العظيم، وكلنا ثقه في الجهاز الفني واللاعبين، وبنطالب الجماهير ان شاء الله تكون متواجده بكره
وتكون داعمه بكره، وده الطبيعي واللي تعودنا منه من جماهير نادي الزمالك. هم اكيد مش مستنيين ان احنا نتكلم كده، بس هم دايما في ظهر فريق نادي الزمالك وظهر نادي الزمالك في كل الاوقات وفي كل الظروف. دلوقتي خلونا نطلع لفاصل قصير ونرجع لكم بعديه فقره سهم وكوس، عشان يشرفني بقى وينورني واحد من نجوم كره اليد المصريه او الزملكاويه، نجم دفاع منتخبنا الوطني ونادي الزمالك، كابتن محمد رمضان هتلر في نهارك ابيض بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد، ودلوقتي وصلنا لاخر فقرات برنامجنا فقره سهم وكوس، اللي منورني ومشرفني فيها دلوقتي واحد من اساطير خط دفاع الكره المصريه والكره الزملكاويه، واللي ليه مواقف كبيره جدا ومواقف تتدرس في الانتماء، ان ازاي انت كلعيب تكون منتمي النادي بحجم الكيان العظيم كيان نادي الزمالك، كابتننا الكبير كابتن محمد رمضان هتلر. يا كابتن هتلر منورني ومشرفني، وانا النهارده بتشرف بوجود حضرتك معايا. لا ده انا الشرف ليا، وانا مبسوط جدا ان انا معاك النهارده وفي بيتي كمان، يعني ده حاجتين بسطاني قوي النهارده. يا رب بس تبقى الحلقه خفيفه على جمهور نادي الزمالك اللي انا بحبه وبعشقه، ويا رب بقى ضيف خفيف عليكم يعني. ان شاء الله يا كابتن. طبعا احنا بنرحب بحضرتك ومنورنا اكيد. في البدايه بقى يا كابتن هتلر، انا عارف ان انت ما بتحبش الاسئله التقليديه، فانا عايز ابتدي معاك النهارده حلقتنا، وعايز اعرف بقى كابتن محمد هتلر ازاي ابتدى مشواره مع كرة اليد؟ بالصدفة البحتة يعني. انا كنت لما جيت، انا مش من القاهرة، انا مش شرقية، كنت جاي اول ما جيت كنت متفق مع احمد اخويا ان انا هقدم زي اي حد بيحب كرة القدم، كنت عاوز اقدم اختبارات كرة القدم. احمد ما كانش فاضي ساعتها، ما عرفتش ادخل الاختبارات. بالصدفة وانا في النادي، وكابتن خالد المصري اللي انا بشكره من خلال حضرتك ومن خلال قناة نادي الزمالك، ان هو اللي علمني كل حاجة في الهاندبول، هو اللي شافني قاعد زعلان فبيقول له هو زعلان ليه؟ قال له عشان خاطر انا كانت المفروض موعده ان انا ادخله اختبارات الكورة في نادي الزمالك وبتاع، وانا ما فضيتش، فهو زعلان. فقال له يا عم تعالى خليه يلعب هاندبول، جسمه حلو وبتاع، خليه يلعب هاندبول. قلت له لا مش عاوز العب هاندبول. قال لي لا تعالى بكرة وهتتبسط وبتاع. رحت فعلا قلت اي حاجه، فاهم انت اللي هو ما جاش كره القدم، فاهم حاجه ابقى في نادي الزمالك بالظبط. فروحت اول يوم لقيت نفسي كويس، وانا كان يعني بتفرج على احمد، وكنت في مركز شباب بتاعنا في قريه بسيطه اسمها تل حوين، كنت بلعب مع اصحابي بس ما كنتش اعرف الاساس يعني، ما اتمرنتش، كنت اخري اخد الكره واشوط، اشوط بلينات بس، قوانين اللعبه او تفاصيلها اللي علمها لي وشربها لي كابتن خالد المصري. كان عندك كام سنه بقى يا كابتن هتلر اول ما دخلت نادي الزمالك؟ بالظبط 13 سنه. خلاص انت بعد ثالثه اعدادي على طول. انت بالنسبه لك اللي انت كان حلمك او انت نفسك تبقى موجود في نادي الزمالك، خلاص ما كانش زي ما انت بتقول الظروف اتلخبطت في موضوع الكوره، بس دخلت بقى في موضوع اليد وكانت البدايه بقى. كان مين بقى كابتن اول مدرب يعني فرق مع محمد رمضان هتلر في بدايته وتاريخه بقى مع نادي الزمالك؟ هو اول حد فرق معايا وكان له الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا احمد اخويا، لان هو اللي كان بيدعمني في كل حاجه، وكان يعني زي والدي لما يكون مثلا هو مخلف ابنه وبيعرفه كل حاجه ومهتم بيه ومهتم بكل تفاصيله، لانه كمان خصوصا ان انا ما كانش اهلي هنا كلهم في الشرقيه، ما فيش الا احمد اخويا بس اللي متواجد في القاهره، فكان مراعيني زي ابنه بالظبط. وبعديها كابتن خالد المصري طبعا، هو اللي كان بيمرني فردي في الدفاع وهجوم كل حاجه، مسكني بالتفصيل وكان بيمرني فردي كتير، فطورني بسرعه لان انا كنت متاخر عن زمايلي لان هم لعبوا قبليه بسنين كتير. في خلال السنه كنت بلعب 10 دقائق ربع ساعه، اخر السنه كنت لعبت اساسي وبقيت عنصر اساسي في الفرقه، فله الفضل بعد ربنا. بس في مدربين، بس اول حد هو كابتن خالد المصري من المدربين، بس في مدربين كبار جدا اثروا فيا، كابتن ممدوح هاشم الله يرحمه، ده يعني من الناس اللي اسستني في حاجات كتير كانت بتعتمد عليا وانا كنت لسه في الصغير يعني، حتى مش في مرحله الشباب، كنت في مرحله الناشئين، كان بيلعبني درجه اولى لما يكون في ماتشات وديه كنت بلعب معاه واساسي، فكان بيعتمد عليا بشكل اساسي واداني ثقه كبيره قوي. يمكن انت كابتن هتلر يعني اصبحت في السنين الاخيره او من ساعه مع محمد هتلر زي ما بنقول كده نجمه لمع واسمه لمع في نادي الزمالك والكره اليد المصريه،
عايز اعرف برضو مين بقى اللي اكتشفك في خط الدفاع بالنسبه لنادي الزمالك او حتى منتخبنا الوطني، اللي انت تبقى زي كانوا بيسموه كده الحاجز الاكبر في خط دفاع نادي الزمالك ومنتخبه. هو وانا صغير زي ما قلت لحضرتك كده كابتن خالد المصري، بس وانا كبير كان كابتن ممدوح هاشم زي ما قلت لحضرتك كان بيثق فيا جدا. بقول لحضرتك كنت انا مثلا عندي 16 سنه كان بيلعبني مع منتخب كبير لما يجي يلعب الدرجه الاولى، والمنتخب الكبير ساعه لما كان بيلعب الدرجه الاولى كان في عندنا في الوقت ده كان 12 لعيب في المنتخب، فكانوا بيلعبوا مع المنتخب ضد الزمالك فما كانش لاقين لعيبه، فكان بيصعبني ما بيصعدش الفرق الاكبر، يعني كان في فرقه الشباب كان بياخدني انا من فرقه الناشئين الصغيرين يلعبني ويلعبني اساسي. كان عنده ثقه كبيره جدا فيك. جدا 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 يعني ربنا يرحمه، يعني من الناس اللي ادتني ثقه في نفسي، لان انا كنت وصغير حطيت اختبار كبير قوي نلعب مع منتخب كبير، كنت بدافع ساعتها على كابتن حسين زكي وكابتن هاني الفخراني نجوم كبيره جدا، وكان اشرف عوض كان ساعتها لسه بيلعب وناس كبيره جدا، وكنت بوقفها وما كنتش بخاف منهم، وكابتن شريف مؤمن كل الناس دي دفعت عليهم وقفتهم حسستهم بالعجز، فهو لما شاف كده يعني حتى كان بيقول للدرجه الاولى خلي بالكم في مشروع لعيب كبير هنا، لقوا الناس اللي كانت بتدافع كان بيبدا يقول لهم، كان الناس بتقول لي كده زمايلي اللي في الدرجه الاولى كان بيقول لك من زمان من وانت صغير كان بيقعد يقول لنا لقوا في واحد هيمشيكم المكان ده، وطلع عنده حق والله، كان هو بيقول لي كده، كان الحاجات دي بتديني ثقه كبيره قوي. بالظبط اه طبعا الكلام ما يكون كلام معنوي مع لعيب زي ما حضرتك بتحكي، انت كنت لسه طالع اه كان عندك ثقه في نفسك وكان عندك شخصيه بتاعتك في الملعب، بس برضه لما يجي المدرب ويحفزك ويكلمك كلامها تفرق معاك جدا في بدايتك حتى، تفرق كتير، وده اكيد اللي انت بتحاول تنقله دلوقتي يا كابتن لفريق طبعا مرتبط 2006 اللي حضرتك بتتولى دلوقتي في لاداره نادي الزمالك. عايز برضه اسالك، يمكن انت تدرجت في قطاع الناشئين او المراحل العمريه بنادي الزمالك لحد ما وصلت للفريق الاول، ايه اصعب مرحله قابلتك؟ هي اصعب مرحله كنت اول بداياتي خالص، ظروفي اصعب من الناس اللي هي بتلعب في ناشئين واهاليهم موجودين معاهم، يعني بيوفروا لهم حاجات كتير، انا كنت جاي صغير فكنت تقريبا انا اللي بعمل اكل لنفسي، لبسي بغسله ومشوار اللي انا ما كنتش عارف لسه الطريق والكلام ده كان لوحدي، فكل حاجه كانت صعبه يعني. احمد ربنا يبارك فيه يعني واقدر ارضهم في اولاده، يعني هو كان متوليني بس برده كان اوقات كبيره، هو كان في منتخب وفي نادي ما كانش فاضيلي، فانا كنت متولي نفسي برده، كان الموضوع صعب جدا ودراسه، كنت ساعتها داخل اولى ثانوي ومرحله الثانويه العامه كلها في تمرين وكمان دخلت منتخب، كان الموضوع صعب صعب جدا جدا جدا. فانا اي حد بشوفه من المغتربين موجود بيبقى صعبان عليا، بمتعاطف معاه وببقى نفسي اساعده يعني. قبل ما اخش معاك في الكواليس ونتكلم اكتر عن كره اليد الزملكاويه، لو هتنصح دلوقتي لعيب او اي شاب دلوقتي بيتمنى ان هو يكون زي هتلر، بيتمنى يكون زي احمد الاحمر، زي حسن يسري، وفي بدايه دلوقتي تقول له ايه يا كابتن؟ هو انا دلوقتي بحاول يعني اقدر على قد ما اقدر ان انا اطلع جيل يعني يبقى عنده جلد ويتحمل مسؤوليه وبضغط عليهم جامد، هم مش مستحملين لان هم مش متعودين على الكلام ده، بس انا مصر على الموضوع ده ومش عارف اطبطب عليهم عشان خاطر هم محتاجين ان هم ينشفوا، لا محتاج ان هو يبقى عنده جلد وعنده ان هو بدل جالك مدرب والحمد لله ان هو عاوز وعنده حماس ان هو عاوز يديك وعاوز بيديك بحماس، لازم تسمع لي، لازم تستفاد من كل حاجه بقولها، لازم كل بدل ما انا بضغط عليك يبقى انا بحبك، يعني شايف ان انت يجي منك بعنفك او بضغط عليك عشان المكان اللي انا فيه، انت هم بيبقوا مستهترين قوي بالمكان، هم في نعمه كبيره هم مش حاسين بيها، نادي الزمالك ده حاجه كبيره قوي، هم مش حاسين بالموضوع ده لانهم هم من صغرهم في نادي الزمالك، وللاسف الفتره اللي فاتت كانوا اتربوا، ودي مش حاجه كانت موجوده واحنا صغيرين بالظبط، متربوا ان يخسروا عادي، احنا كان عندنا ان نخسر دي كنا ما كنت بطلع اعيط كارثه، كانت كنت في اوقات كنت ببقى عاوز اكسر الدنيا ما بقاش طايق الكلام ده، هم لا بلاقيهم بيخسروا بيضحكوا، يخسروا فرق كبير ومتعودين وبيطلعوا 16 و12، ودي كارثه بالنسبه لي، احنا كنا طول عمرنا واحنا في الناشئين اول تاني دي ما فيش اصلا، ما في نادي الزمالك ونادي الاهلي برضو ما عندهمش تاني دي هي اول، وبالذات احنا خصوصا في اللي انا بتكلم على الزمالك بالنسبه لنا بيت اللي متربي فيه ما فيش حاجه اسمها تاني دي، فاطلع 10 و12 واطلع من في الكاس من دور الاولاني ده مش قيمه نادي الزمالك، فده اللي انا بربيهم دلوقتي ان انت تعرف قيمه التيشيرت اللي انت لابسه، تعرف قيمه النادي،
يعني، وان شاء الله امل في ربنا ان هو يرجع تاني اكبر قلعه رياضيه في مصر ويقف على رجليه ويرجع تاني بكل قوه، وان شاء الله انا متفائل خير، وان شاء الله هيرجع بمنتهى القوه واحنا كمان في ظهره واقفين معاه وجمهورنا كبير واقف معانا يعني ان شاء الله. يمكن كلامك يا كابتن هتلر في النقطه دي بالتحديد مش كلامه خلاص، انت فريق كره اليد في نادي الزمالك على مدار السنين اللي فاتت مفيش بقى انتوا بالنسبه لكم كلاعيبه ظروف قهريه، ظروف صعبه، ظروف بيتعرض ليها النادي، دايما كره اليد في نادي الزمالك وبالتحديد الفريق الاول بتعرفوا تقفلوا على نفسكم، بتعرفوا ان انتوا تفصلوا عن اي مشاكل بتحيط بقى بالنادي او باجواء النادي، مستحقاتكم متاخره، عندكم مشاكل في سفر، عندكم مشاكل في اي حاجه يا كابتن، ده يعني بنشوفكم في المباراه بتكسبوا وباداء وبروح. فانا عايز اعرف يا كابتن هتلر يعني ايه السر في ده؟ يعني انا حتى المعادله دي ما حدش يعني جماهير الزمالك يعني هي بتعشق فريق كره اليد عشان الحاجات اللي حضرتك بتتكلم فيها دي. فعايزين نعرف يا كابتن يعني انتوا ايه بتتكلموا في ايه السر؟ قول لنا يعني كره الزمالك عايزين بس يعني نعرف حتى عشان الالعاب الثانيه والفرقه الثانيه اللي موجوده في النادي. هقول لك بمنتهى الصراحه ومش ما فيهاش دبلوماسيه. بالظبط. هي الناس كل حد بيبقى ليه كبير، الكبير بتاعك هو بيزرع ده جواك. يعني انا لما طلعت كان كابتن روبي، كابتن هتلر الكبير، حسن يسري، رامي يوسف، ايهاب محسن، كابتن وائل فهيم، ناس كتيره قوي، مش عاوز كابتن محمود حسين لحقته، كابتن مجد ابو المجد، ناس كتيره قوي اللي لعبت معاهم كانت هي الروح اللي بكلم حضرتك فيها دي، ان هو لا ما ينفعش نخسر، ما ينفعش. حتى يعني انا افتكر اول ما طلعت خلص في الناشئين وكان كابتن ممدوح بيديني ثقه، كنا ساعتها بنلعب بطوله اسمها بدون الدوليين، كان الاهلي مش لعيبه كتير في المنتخب، واحنا كان زي ما قلت لحضرتك كان في 12 لعيب في المنتخب، فلما لعبنا بدون الدوليين دي كنا تقريبا 6 أو 5 من الدرجه الاولى والباقي من الناشئين مش الشباب، فلعبنا نادي الاهلي بكامل صفوفه وبقوته وكسبناهم فرق 12 جون، وده مش هنساها في حياتي، وكنت اساسي هجوم ودفاع طول الماتش ده، وكابتن ممدوح هاشم الله يرحمه حفظنا الفرقة الاهلي بتعمل ايه من اول ما الجون بيصد لحد ما يجي لنا، ومدرب محترم جدا لانه كان بيحفظنا، ما كانش فيه محلل الاداء ولا الكلام ده خالص، كان بيتفرج ويجي يحفظ كل مركز، وده اللي انا بحاول اعمله مع لعيبتي، وده حاجه مهمه جدا. بس دلوقتي كمان انا بيزيد معايا ان انا في محلل اداء او بقطع لهم البتاع، فده بالنسبه لهم بيبقى رؤيه اكبر. بالظبط. فدي اتزرعت من جوانا من البدايه، وانت صغير حتى في التمرين انت في عنف مش طبيعي، في روح يا كابتن، في روح ان انت في التمرين ما تخسرش. بالزبط. فانت في التمرين ما تخسرش فهتيجي في الماتش هتبقى عامل ازاي. بالظبط. فده متربي، ده من الناس الكبيره، الناس الكبيره وقابلينا كابتن حسين لبيب وكابتن هشام نصر، هو طبعا اللي زرع ده مع احمد اخويا وكابتن روبي وايمن صلاح، كلهم كابتن على عيني وراسي، وكابتن حسام، كل الناس دي كان كنا بنشوفهم، كان في ضرب نار في التمرين وفي الماتشات، كان ما فيش حاجه اسمها نخسر، ودايما احنا حضرنا كل للاسف يعني، وما كنتش اتمنى نادي الزمالك لان كان هيفرق معانا، كنا ناخد بطولات اكتر، وكان كنا هنعمل حاجات اكبر، استقرار الاداري، وكان في استقرار يعني. احنا انا دلوقتي بندم على كل بطوله ضاعت، بس كان في حاجات فوق طاقه البشر. بالظبط. لو الناس ما بتحضرهاش والناس ما بتسمع بعد ما بيحصل، بس هي لو عاشت الواقع، لا احنا بنتحط في ظروف فوق طاقه البشر، زي الظروف يا كابتن اللي تعرض ليها الفريق الفتره الاخيره، يمكن يعني اللي الناس عرفته او اللي اتحكى ما يجيش 20-30% من اللعيبه اللي عايشاه بقى في الاجواء وفي السفر وفي انا برضو كنت عايز اعرف وجهه نظرك، وشفت بقى اداء نادي الزمالك اكيد اللي كان اكيد انت بالنسبه لك انت زي ما حضرتك بتقول فريق اليد ملوش علاقه باي حاجه، فريق اليد خلاص طالما دخل بطوله هيقاتل لاخر ثانيه، بس انت اكيد كان ليك وجهه نظر فنيه اكيد في الاداء اللي وصل ليه نادي الزمالك في البطوله، وان هو يوصل بعد كل ده للمباراه النهائيه. انا لسه كنت بقول لك في ظروف فوق طاقه البشر، هم اتحملوا حاجات، انا على طول متواصل معاهم، على طول بروح لو في ماتشات او في تمرين بروح احضر معاهم، بحاول اساندهم على قد ما اقدر، دلوقتي انا مش في ايدي حاجه غير المسانده او ان انا اقف في ظهرهم واطمنهم، وان ده ما فيش مشكله واحنا متعودين على ده واكتر، فلازم نستحمل، ولازم عشان طول عمرنا الناس بتبقى منتظر منا اكتر من المتوقع، فاحنا بنبقى رجاله ولازم نفضل رجاله ونفضل نبقى مظهر السعاده لجماهير نادي الزمالك. فكنت بتكلم معاهم، بس صدقني الظروف اللي هم حطوا فيها، هم خلي بالك البطوله العربيه كان لحد ما حد يوم السفر ما كانوش عارفين هيسافروا ولا لا. بالظبط. طبعا. كانوا بيحاولوا يخلصوا اللعيبه
وده على فكره انا ما بديش حجج والناس بتاخدها بالاتجاه بتشرح واقع كانوا عايشين فيه، كان واقع والناس ليها تحكم ان تصدقني او تكذبني براحتهم، بس انا بتكلم بما يرضي الله، مش عشان اخويا في المدير الفني، لا انا بتكلم انا اللي يهمني فرقه نادي الزمالك دي الحاجه الاكبر. طبعا اخويا يهمني، بس نادي الزمالك يهمني اكتر من بالزبط. اي حد تاني، لان هو ده بيتي اصلا وده الاساس. بس لما مدير فني اللعيبه بتاعته ما خلصتش قبل البطوله العربيه ب 20 يوم، عاوز يعمل معسكر او عاوز يعمل ماتشات وديه، مفيش. عقود اللعيبه ما خلصتش الا قبل البتاع ب 15 يوم. اللعيبه مش عاوزه تلعب ماتشات وديه لان العقود ما اتمضتش، فخايف يلعب عشان ما يتصابش، فمالوش نادي، فهيبقى هيروح فين؟ الظروف كلها طبعا اي مدير فني مش هيتحمل الكلام ده. ده حاجه فوق الخيال. انا بالزبط. لما كنت اقعد بهديه يعني كل حد بيقول انا عاوز انسحب، اقول له في الوقت ده ما ينفعش، انت بالزبط. النادي محتاجك، يقول لي بالزبط. انا بيأيدوا كتف ايديا ورجليا ورميني، حتى مش عارف اتكلم مع لعيبه، مش عارف اخلص معاهم، مش عارف امضيهم، هم محدش بيسال فيا خالص. اكيد كلامك عشان نادي الزمالك، نادي الزمالك خير علينا، نادي الزمالك اللي عملنا، وده اكيد اللي احنا شفناه كابتن هتلر من خلال سواء الجهاز الفني او اللاعبين في البطوله. وان شاء الله جماهير نادي الزمالك عارفه ان فريق اليد ما بيوقفش عند نقطه معينه، دايما بيفكر في البطوله اللي جايه واللي بعديها، ودايما بالنسبه له البطوله هي رقم واحد، عشان زي ما حضرتك بتقول انتوا الهدف ليكوا دايما هو اسعاد جماهير نادي الزمالك فقط لا غير. عايز بقى اروح معاك لواحد من يعني وحبيبك واساطير كره اليد المصريه طبعا، وجيلك وصاحب عمرك الكابتن احمد الاحمر. عايزك بقى تكلمني شويه عن الكابتن احمد في كلام يعني بره الكواليس بقى، او جوه الكواليس محدش يعرفه. بره الكواليس هو انا دايما مش كلام يعني، ربنا يعلم اللي في قلبي الاحمر وازاي بخاف عليه وازاي نفسي يبقى احسن حاجه في الدنيا، لان هو فعلا يعني اخويا اللي امي ما خلفتوش، يعني كنت اتمنى ان هو يبقى من دمي يعني، بس انا هو مش فارق كتير عن اخواتي، لان هو دايما اللي بيتكلم في ظهرك وبتسمع وبتحس وبتشوف واكتر من اللي قدامك او كلام انشاء. لا الاحمر دايما في ظهري، اخويا دايما بيخاف عليا، دايما بيدور على مصلحتي، نفس الكلام ونفس الشيء انا كمان يعني من يعني ده بقى انا ما بعرفش اعبر بالكلام، انا دايما بعبر بافعالي، هو بيحسها لما لو لا قدر الله حصل له حاجه او اي حد بيجي عليه انا هاكله يعني، ما بطيقش عليه اي حاجه، عشان ده اخويا وعشان خاطر ده يستاهل خير الدنيا كله، لان هو بيتمنى الخير لكل الناس، فهو يستاهل اللي هو فيه ده واضعاف مضاعفه، وده باين اللي بيعمله. شوف حب الناس، حب الاطفال اللي ما لهمش بقى في الالوان وما لهمش في المظاهر او بيتمنوا ياخدوا لقطه مع الاحمر، لا هو حب طبيعي. شوف الناس الكبيره بتحبه ازاي، فاللي ربنا يخلي الناس كلها دي تحبه. زي ما شفنا امبارح الكابتن في مباراه اليوبيس الاطفال كل يعني. انا وانا من ساعه ما طلعنا، من ساعه ما احمد الاحمر طلعنا مع بعض درجه اولى، دايما في كل فرق بنروحها، سموحه، سبورتنج، كل الفرق، اليوبيس، كل الفرق اللي في مصر بيتلموا عليه، يعني ساعات بيبقى خلاص بيفرهدوه، بيبقى طالع الماتش تعبان، كل ده بحب وبيستحمل لان هم عارفين ده حب. انا بقعد اهزر معاه اقول له انا هعمل لك مقام في كل نادي وهلم فلوس وبتاع وهبقى اغنى واحد في الدنيا وبتاع، لانك انت مش طبيعي. انا حاسك اتاثرت لما قلت لك احمد الله بجد. انا اخويا ربنا يعلم انا بحبه قد ايه، وربنا يحفظه ويعينه على اللي هو مستحمله وبيستحمل كتير قوي عشان نادي الزمالك. الناس اللي بلاقيها بتتكلم يعني بينتقدوه انتقاد يعني انتوا مش عارفين هو بيعمل ايه عشان نادي الزمالك، وساب احتراف كان هياخد اضعاف مضاعفه وعارف ان هو ممكن ما ياخدش الفلوس دي، وبيتعاملوا معاه انا كنت شايف وانفجرت واتكلمت عشان اتعاملوا معاه بقله قيمه، والاحمر ما يستاهلش قله القيمه دي، وقالوا منه وهو ما حدش يقدر يقل منه، بس هم اتعاملوا معاه قللوا من قدره وتعاملوا معاه مش احسن حاجه. فلا الاحمر قيمته كبيره جدا طبعا، ويستاهل اكتر من كده بكتير. يعني من احمد الاحمر تحديدا يا كابتن، من اللعيبه اللي صعب انها تتكرر، يعني ممكن تتكرر بس يعني كل 30 40 70 سنه كده في تاريخ اللي مش نادي الزمالك بس، في كره اليد المصريه بس. يعني واضح على حضرتك اللي انت يعني مش كلامه خلاص، انت بتحبه جدا جدا، وانا حاسس ان انت اتاثرت لما قلت بس احمد الاحمر كده، وجبنا سيره الكابتن احمد الاحمر في الحلقه، ودي مشاعر بصراحه محترمه جدا، ومشاعر اخوه زي ما حضرتك اتكلمت بينك وبين الكابتن العظيم طبعا
الكابتن احمد الاحمر. انت برضو كان ليك موقف، يعني زي ما انا قلت في بدايه الحلقه، محمد هتلر يعني بيدي درس للانتماء، بيدي درس للوفاء، بيدي درس فعلا ان مش بس نادي الزمالك هو اللي عملني، لا نادي الزمالك فعلا هو اللي عملني، هو اللي خيره عليا. اما انت خلاص الموسم اللي فات ما خلاص اعلنت ان انت اعتزالك وان انت خلاص مش هتكمل، بس اما الفريق احتاجك وما قالوا لك اللي احنا محتاجينك تراجعت عن فكره الاعتزال ورجعت تاني يا كابتن رمضان وشاركت مع الفرقه وتالقت زيك زي ما شفنا دلوقتي برضو محمد عبد الشافي. يعني في نجوم كتيره كده وفي اساطير كبيره في نادي الزمالك ومواقف جماهير نادي الزمالك يا كابتن ما يعني مستحيل تنساه. وخدنا بطولات يعني في السنه حضرتك ما رجعت تاني، خدنا بطولتين كانوا مهمين جدا. فموقف بصراحه يمكن انا يعني كواحد من جماهير نادي الزمالك او عايز انقل لك مشاعر جماهير نادي الزمالك، يعني تقدير فوق الوصف بالنسبه لحضرتك في المواقف اللي انت عملتها. بس هو الموقف الاخير ده بالتحديد هو يعني اللي فعلا نادي الزمالك وكلمه نادي الزمالك بالنسبه لمحمد رمضان هتلر مش مجرد كلام وخلاص. صدقني نادي الزمالك يستاهل اكتر من اللي احنا بنعمله، يعني ادانا كتير وهو اللي عمل اسمنا، وهو يعني حتى بصفه شخصيه انا بتكلم عن نفسي كل الخير اللي انا فيه بعد ربنا سبحانه وتعالى هو نادي الزمالك في كل حاجه انا وصلت لها، من كل حاجه انا عايش فيها، من شقتي لعربيتي لمدارس ولادي، لكل حاجه هو خير نادي الزمالك. فلما نادي الزمالك يطلب اي حد ويطلب حد من ابنائه او حد هو خيره عليه، هو كل فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى هو الفضل لنادي الزمالك، فما ينفعش يتاخر، واللي يتاخر على نادي الزمالك يبقى جاحد وما يسهلش كل اللي نادي الزمالك اداهوله من اسم وشهره وفلوس وكل حاجه. لا، اي حاجه يطلبها نادي الزمالك وكلنا قلتها قبل كده حتى لو من غير فلوس، لو نادي الزمالك طلب مني حاجه او عاوز مني اي حاجه او اعمل اي حاجه ومش كلام، والايام هتثبت ان هو من غير فلوس هعمل ده من غير فلوس. ولان انا على فكره يعني اعوذ بالله من كلمه انا والاحمر، احنا حضرنا كل ظروف النادي من 2005 لحد وقتنا هذا. انا عايز اقول لك ده مش كلام، انت بالفعل طبقته ده على ارض الواقع السنين اللي فاتت. ولا وسنين كتير، انا في مثلا سنتين ونص او ثلاثه ما خدتش فلوس من النادي وما رفعتش قضيه على نادي الزمالك. يعني انا في 2012 و2011 و2005 ما خدتش ولا جنيه، و2005 دي كنت لسه اول سنه ليا درجه اولى وما خدتش حاجه وما طالبتش وما رفعتش ومش هرفع على نادي الزمالك، وبتمنى ان ما حدش يرفع. يعني هو كله بيضمن حقه وكل واحد بيبقى غصب عنه، بس انا كده كده هتاخد حقك يا كابتن. اللي هو يا ريت، ويا ريت الناس اللي بتيجي يعني مسؤوله في نادي الزمالك بعد ما الظروف تتحسن، يا ريت الناس، احنا سمعه نادي الزمالك كبير وكبير قوي 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 قوي، اتمنى يعني ان لما يكون حد ما رفعش قضيه على النادي وما طالبش من النادي، لما الظروف تتحسن الناس دي تتقدر، والناس مش تتقدر ان هم يدوهم حاجه زياده، لا يدوهم حقوقهم، عشان دي سمعه نادي الزمالك، واللي بتمنى ان هي تبقى سمعتها وسمعه نادي الزمالك ورايته فوق كل الناس. دايما لازم الناس تحط قدامها نادي الزمالك فقط لا غير، وده اكيد اللي حضرتك اكيد بتحاول تنقله للعيبه اللي حضرتك اكيد موجود دلوقتي في المسؤوليه الفنيه ليها في فريق 2006. عايز بقى اكلم محمد رمضان هتلر، 31 بطوله، يعني حضرتك من اكتر اللعيبه اللي حققت بطولات مع نادي الزمالك، فانت راضي عن البطولات دي ولا كان نفسك في بطولات اكتر؟ لا، في بطولات كتير سهله خسرناها، بس ربنا يعلم انا ما قصرتش فيها، بس هي كانت الظروف زي ما قلت لحضرتك ان هي كانت سبعة دوري، اربعة كاس، اربعة بس قليل. يعني احنا خلي بالك ان الدوري كان ممكن يبقى اكتر من كده، احنا كسبنا الحمد لله من اول ما طلعنا، احنا كسبنا الاهلي رايح جاي مثلا في الدوري بتاع 7 سنين 8 سنين، يعني كان المفروض يبقى 16 دوري، بس ما كنا بناخدوش عشان خاطر المرتبط، كان دايما الاهلي بيكسب بالمرتبط، لما كسبين الاهلي رايح جاي وهو خسران من فرق تانية وتلاقيه بيحتفل بالدوري ومبسوطين قوي ان هم خدوا الدوري وهم خسرانين رايح جاي وبسكور. بس يعني ده كانت قوانين الاتحاد وبحترمها وبقدرها، بس عدل ربنا المفروض احنا كنا الدوري بتاعنا ازيد بكتير منهم، يعني هم لو رجعت الدوري هتلاقيهم هم اكتر مننا، بس هم اكتر مننا بالمرتبط مش بالدرجه الاولى. من خلال طبعا زي ما حضرتك بتقول مع احترامنا طبعا الكامل للوائح، يعني عايز برضو اسالك يمكن انت برضو اللي عطلك شويه موضوع الاصابات يا كابتن، تعرضت للاصابات كانت في توقيتات بالنسبه لك انت رخمه جدا كلعيب
وحرمتك من المشاركه مع فريق نادي الزمالك يعني كانت في بطولات مهمه جدا. انا جالي اصابات كتيره بس ممكن ما حدش متخيلها. هو انا ببقى بوصل الليمت بتاعي ليمت عالي قوي، ف يعني الليمت اللي انا بوصله جوايا ان انا مش عاوز ولا جون يخش، وده مش طبيعي في الهاندبول. مش عاوز اخسر بطوله، فببقى حماس بطريقه فجه شويه او فظيعه شويه، فببقى رايح بكل قوه وبكل سرعه، فلا اما بتمزق لا اما بيجي لي ارتجاج في المخ. ده ثلاث مرات ارتجاج ومره كبيره يعني بالظبط، يعني مأثر عليا لحد دلوقتي والله. بالظبط يعني مأثر عليا لحد دلوقتي. مش اصابات حتى عضليه، انت ممكن تدوس على نفسك. وانا عارف ان انت شخصيه محمد رمضان هتلر، لو اصابه عضليه هيجي على نفسه وهيدوس على نفسه. لعبت قبل كده وانا ممزوق عادي بتاع سنتي في الخلفيه، لعبت ماتش كامل نهائي افريقيا، فده مش انا باجي على نفسي بزياده بس عشان نادي الزمالك. وخلي بالك الاصابات الكبيره كلها ممكن الناس ما تصدقهاش، بس لو رجعت بالتاريخ هتلاقي كل الاصابات الارتجاج او اصابات كبيره هتلاقيها في نادي الزمالك مش في اي حته. انا خرجت بره نادي الزمالك رحت الجيش وكده، ما اتصبتش الاصابات الكبيره دي الا في نادي الزمالك. والدكاتره برضه يا كابتن يمكن حذروك كذا مره انك خلاص، يعني هم عايزين هم خايفين عليك، فبيقول لك خلاص كفايه. الارتجاج الاخير كان 2017 كان، ودي كانت السنه خدنا فيها افريقيا ابطال الدوري والسوبر، ولما جت لي الاصابه احنا خسرنا دوري وكاس للاسف. ففي السنه دي، هي السنه دي لما جالي الارتجاج كل الدكاتره قالوا لي لازم تبطل، وفعلا بطلت بتاع 4 شهور ما حتى ما بمشيش. كان ممنوع مني حتى اعمل بطن وظهر مشي اي حتى اي مجهود، لان كنت ما اعمل اي مجهود كنت بيغمى عليا وبرجع وبتعب جدا. كان اعراض الارتجاج بيرجع لي تاني، وكانوا محذرين لان لو جالي ارتجاج تاني هيبقى مزمن، هيبقى اي خبطه بسيطه يجي لي ارتجاج في المخ تاني. خلاص انت يعني اللي شفته كتير وخلاص الدنيا ما بقتش مستحمله. فالحمد لله انك بخير يا كابتن. عايز اتكلم معاك برضو، انت ما شاء الله عندك يوسف واحمد وحمزه، يعني ولادك موجودين في نادي الزمالك، مين اللي انت متوقع او متوسم فيه كده وشايفه ان ممكن ده يبقى هتلر الجديد؟ يعني انت جبت ولادي، انا بحاول يعني من اول ما جم على الدنيا، وتعرف ان ربنا ان شاء الله يرزقك يعني بذريه صالحه باذن الله ان شاء الله، فده هيفرق يعني، هتحس ان انت بتشوف نفسك فيهم. هم لا، انا عندي يوسف بيلعب في 2013، وتقريبا انا بشوفه لما بيتحرك وبيدافع بيعمل كل حاجه يعني ان شاء الله يبقى احسن مني، شايفه بالظبط انا، فان شاء الله وانا بجهزه ان هو يبقى عشان يشيل اسم نادي الزمالك. ومش قراني ان هو عشان ابني فلازم يلعب، لا هو بدراع، وانا هو واحمد، احمد في 2014 كسر القاعده وبقى حارس مرمى، ده هو اللي طلب، خرج بره ارادتك. ده هو اللي طلب. وهم على فكره انا ما فرضتش عليهم حاجه، يعني انا لعبتهم جمباز، لعبتهم سباحه، بعتهم خالص عن الهاندبول وما فرضتش عليهم، بس هم كانوا بيتفرجوا على الماتشات فحبوا جدا الهاندبول وحبوا نادي الزمالك وبيشجعوا نفس التشجيع والحاجات بتاعت الجمهور بيشجعوها وحافظينها، فهم بيحبوا نادي الزمالك جدا، وبتمنى ان شاء الله يبقوا لعيبه كبيره يا رب، بتمنى يعني من ربنا. عايز بقى اتكلم معاك بقى عن قرار الاعتزال النهائي. اكيد اكيد يعني اي لعيب زي رمضان هتلر بعد التاريخ الكبير والتاريخ العريض والبطولات الكبيره اللي حققها ما بيجي قرار الاعتزال، مهما كنا ومهما قالوا لك ان انت خلاص كفايه والاصابات، بيبقى برضه قرار صعب عليك يا كابتن. جدا جدا يعني تبقى عايز تكمل برضه حتى لو انت عندك 100 سنه في الملعب. بالظبط، وتلاقيك بحابب انك تبقى متواجد في اي مكان فيه هاندبول، حتى لو اطفال بتتفرج عليهم بتبقى مبسوط وفرحان، ماتشات على التلفزيون بتبقى فرحان. اللي لاعب الهاندبول هيفهم الكلام انا بقوله ده، بتبقى في الدم، بتخليك تبقى انت طول الوقت حابب تبقى في المكان اللي انت بتحبه، بالذات في نادي الزمالك. انا دايما بتابع، حتى بتابع ماتشات ل 2004 درجه اولى ناشئين، بحب اروح اتفرج جدا وبحب الهاندبول، عايش موجود في الاجواء. بالظبط، حته ان انا اخد القرار ده هو صعب، صعب جدا، بس زي ما قلت ان انا خلاص حاسس ان انا كفايه، مش قادر استحمل يعني الظروف او الضغط او الحاجات اللي بتحصل في نادي الزمالك. حاسس في التوقيت انا مش عاوز حد يطلب مني ان انا ابطل، عاوز ابقى يعني انا اللي واقف على رجلك. انا واخد القرار وواقف على رجليا ومؤثر في الفرقه، ما بقاش بنزل 5 دقايق او انزل ماليش دور، انا ما اتعودتش ده ومش هقدر استحمل ده، فعشان ما اعملش اي حاجه في النادي اللي انا بحبه اقدر اساعده 100%، لا اما ما بقاش موجود في مكاني. ما جاتش في دماغك يا كابتن فكره انك طب انا ممكن اروح العب في نادي الضغط فيه بقى اقل شويه، يعني العب براحتي، يبقى ليا اكيد طلب مني كتير والله في انديه تانية، بس انا قلت لهم بدل مش هلعب في نادي الزمالك ومش هلعب في اي حته تانية.
و يعني انا يعني جربت اللعب بره الزمالك صعب جدا، ويعني كان ساعتها لما طلعت كان غصب عني، بس دلوقتي ما اقدرش بيبقى قرار في ايدي واروح العب في نادي تاني غير نادي الزمالك، ده مستحيل مستحيل. يعني انت واحد من اللعيبه خلاص انت عمرك كله في نادي الزمالك، فانت هيبقى صعب عليك انك تروح مكان تاني، مش هتعرف، مش هتبقى انت محمد هتلر بتاع نادي، مش هتعرف يعني مش نفسيا هي. حتى مش هتقدر تأدي، ما ينفعش في لعيبه كده، نوعيه لعيبه قليله زي حضرتك ما بالظبط. وعلى فكره ما يعيبش ان حد يروح يلعب في نادي تاني، لا ده اكل عيشه وبتاع، بس انا بكلمك عن نفسي ومش بعمل فيها يعني زعيم يعني، او ببين ان انا لا انا 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 ممكن نختلف عن زميلي، وبرده انا مش بعيب عليه، هو لو خد القرار ان هو يروح يلعب في نادي تاني ده حريه شخصيه وما بيعملش حاجه غلط، بس انا عن نفسي انا ما كنتش هقدر اعمل ده تاني يعني. خلينا بقى نيجي دلوقتي موضوع التدريب بالنسبة لمحمد رمضان هتلر، هل انت كنت محضر اللي انت بعد ما بطل انا عايز اشتغل في مجال التدريب وعايز انقل خبراتي وعايز انقل كل حاجة اتعلمتها في الهاند بول للولاد ان شاء الله والاجيال اللي طالعة في نادي الزمالك، ولا القرار جه مثلا يعني بالصدفة؟ بالصدفة لا خالص، انا محضر وكاتب، وانا عارف ان التدريب مختلف تماما عن اللعب تماما. بيفيد لان بطبق ده في الملعب برجلي وبجسمي وبعقلي بالخبراتي كلها. بيفيد، مدرب لعب بيفرق كتير جدا غير اللي ملعبش، بيفرق كتير جدا. التكنيك بتعلمه صح، بتبقى حاسس باللعيب زي ما انت الضغط اللي انت مريت بيه مفيش حد ملعبش هيبقى يقدر يوصله له، ازاي تمتص ده وازاي تشيل من عليهم الضغط، ازاي تقول لهم ان انا الخساره انا اللي هشيلها انتوا ما تشيلوش، تشيل من عليه اي ضغوط لانهم كمان سنه صغير فمش هيستحمل الضغوط دي عشان يقدر يأدي. خصوصا حضرتك يعني شاركت في كل البطولات وكل الاجواء فانت عارف خلاص. بالظبط، بس حته التدريب انت لو لعيب كويس ومش مذاكر او محضر بالزبط. مش هتعرف تمرن. بالظبط، انت ممكن تعرف تدي مهاره، تعرف تدي دفاع، بس تمرينه بقى كامله، تمرينه دفاع وتمرينه هجوم، وازاي تعمل تكتيك، وازاي تحفظ كل تفصيله، وازاي المدافع يتحرك عشان يقفل المسارات، والهجوم ازاي يتحرك ويوسع لنفسه مساحات، وازاي اللي هم تروس بتتحرك مع بعض، لازم تحفظ كل واحد وتحفظ الفرقه كلها. ده لو انت مش محضر هتتكشف، هيبقى شكلك وحش جدا قدام العيال انك تبقى لعيب كبير كده وانتش عارف. ولو جه سالك طب لو ده عمل اعمل ايه، تبقى واقف نعمل ايه، هتلاقي الموضوع ثقتك الناس لو انت ما فرضتش شخصيتك على اللعيب وحس ان انت بتديله حاجه ما حدش اداها له قبل كده، وحس ان انت ملم بكل حاجه وبتحفظه كل حاجه، ساعتها هيقف وهتلاقيه خضع ليك وقاعد بيسمع لك في كل حاجه ومش كلام، بالفعل في التمرين وبتحفظه وموقفه على رجليه، ولما بيجي يلعب بيبقى شكله حلو، هتلاقيه يمين يمين شمال شمال، وهتلاقيه كل حاجه بيعملها لك بالحرف. عشان انت دارس ومذاكر، مش مجرد محمد رمضان هتلر هو اللعيب الكبير. لا اللعيب مثلا اللي ليه بطولات كبيره، لا انت زي ما انت بتقول انت محضر مذاكر عامل كل خبراتك وكل حاجه عشان تنقلها زي ما حضرتك اكيد اللاعبين، وغير الدورات كمان اللي انت حصلت عليها وانت لاعب عشان برضه تاهلك اللي انت تبقى مدرب كبير ان شاء الله. وده اكيد يا كابتن محمد اكيد كلنا متوقعينه وكلنا شايفينه يا رب، في من خلال شخصيه محمد رمضان هتلر الكبيره وخبراته الكبيره جدا اللي اكتسبها مع نادي الزمالك ان شاء الله اكيد الفتره اللي فاتت. انت بقى حاليا اكيد المدير الفني الفريق مرتبط 2006، عايزك بقى تكلمني شويه عن اللعيبه وقول لي يعني لو ان شاء الله ممكن نشوف وجوه جديده للفريق الاول، زي ما احنا شايفين دلوقتي بعض الناشئين مع الكابتن احمد طبعا في الفريق، بعض اللعيبه اللي احمد رمضان هتلر متوقع لهم ان شاء الله يبقوا حاجه كبيره في الهاند بول في نادي الزمالك. انا شايف ان اللعيبه محتاجه شغل فني لان هم معظمهم مش في المنتخب، ودي اول مره اشوفها في حياتي ان فريق نادي الزمالك ما يبقاش فيه ولا لعيب في المنتخب، واللعيبه اللي في المنتخب جايين من بره جايبينهم اعارات. فانا بشتغل ان شاء الله ان شاء الله السنه دي، انا شايف ان اللعيبه هي كانت مظلومه ان هي ما كانتش بتاخد حاجات فنيه بشكل كبير، لانهم هم كانوا مظلومين، كانوا بيلعبوا على نص ملعب طول حياتهم، اول مره يلعبوا على ملعب كبير، ف الملعب كامل يعني، فكمان عمرهم ما اشتغلوا جيم، عمرهم ما اشتغلوا اي فيتنس من اللي هو تحتاجه في الهاندبول، عمرهم ما اشتغلوا دفاع. انا كل ما اكلمه يقول لك انا اول مره نتكلم حد يكلمنا في القصص دي، فالموضوع هياخد معايا وقت، بس الحمد لله يعني شكل الفرقه اختلف. اي حد بيتفرج
شكل الفرقه اختلف دفاعيا وهجوميا، ما كانش عارف يدافع خالص. يعني كل الاجوان لما كنت مسكتهم في اول التمرين كل الاجوان بتيجي في النص اللي هي اقوى حته في الدفاع، فانت انت متخيل ماسك فرقه في مشاكل كتيره في الفريق كبيره جدا، ولا هجوم ولا دفاع. فالموضوع يعني مثلا لو فرقه ضعيفه هجوميا وقويه دفاعيا هبني على ده بالظبط، اما الاقي ضعفاء في الدفاع وضعف في الهجوم فكان الموضوع صعب بالنسبه لي. بس الحمد لله محتاج مجهود منك كبير وده بيحصل والله. يعني انا يعني تقريبا انا كنت فاكر ان لما اتدرب هيبقى الموضوع بسيط وسهل، مسؤوليه كلها عليك، الموضوع صعب بالزبط. فوق الخيال لو حد بيفكر يدرب الموضوع. انت بتاخد بالك من 24 لعيب وكل لعيب مختلف عن التاني، الاتيتيود بتاعه مختلف تماما. في لعيب تلاقيه عايز وحماس، وفي لعيب يبين لك الحماس وكل حاجه وتيجي ساعه الجد ما بتلاقيهوش بالظبط. ففي ناس بتخدعك وفي ناس بتلاقيها قد المسؤوليه وفي ناس لسه محتاجه شغل وهتبان قدام. فلا الموضوع صعب، فبس هو محتاج صبر ومحتاج ان انت تحضر اخطائك. يعني بلعب ماتش غلط بجيب الاخطاء اللي انا عملها وبكتبها وبشتغل عليها في التمرين، بقعد يعني اصر عليها بالتدريج. الفرقه دي ان شاء الله في اخر السنه هتشوف الفرقه دي نتائجها حتى بدات تبان، وان شاء الله نتائجها على اخر السنه هتبان وهيبقى في حاجه تانية كويسه ان شاء الله. اكيد يا كابتن كلنا واثقين في حضرتك واثقين في امكانياتك الكبيره اللي انت اكتسبتها وانت لعيب، اللي انت ان شاء الله تقدر تطبقها وانت مدرب. عايز اعرف برده طموحات بقى هتلر بشكل عام في مجال التدريب، ممكن نشوف هتلر الصغير مدير فني ان شاء الله للفريق الاول كده؟ بتمنى من ربنا، بتمنى من ربنا ان انا يعني ما اروحش في اي نادي تاني الا نادي الزمالك، بس اكون استاهل ده واكون على القدر اللي انا استاهل ابقى يعني موجود في نادي الزمالك. يعني مش باسمي بس لا بشغلي، نفسي افيد النادي اللي انا اتربيت فيه وكان له الفضل عليا، نفسي افيد، نفسي اطلع لعيبه تكمل الدرجه الاولى وافضل محافظ على الكيان بتاع الفريق الاول لان هو الواجهه. فنفسي اطلع لعيبه بحب وروح وقلب وفنيات، مش روح بس يعني فنيات يعرفوا يضيفوا للدرجه الاولى. بحاول اعمل ده وان شاء الله هعمل ده باذن الله. كابتن محمد رمضان هتلر بقى عايز يعني رساله اخيره منك للفريق الاول طبعا لكره اليد بنادي الزمالك. الفريق بتاعي انا ده انا بحس ان هو جزء مني، فانا عارف ان هم رجاله وعارف ان هم هيفرحوا جماهيرهم وعارف ان هم هيعملوا عليهم واكتر. هم حاسين قد ايه الجمهور بيساندهم وواقف معاهم، وده اللي بطلبه من الجمهور اللي يفضل يدعمهم الفتره الجايه. الفرقه محتاجه ان هم يدعمهم. وانتقد براحتك واعمل اللي انت عايزه، بس تفضل في ظهر فرقتك لانهم انا بقول لكم عشان انتوا مش جوه الفرقه، هم بيموتوا نفسهم وعاوزين، بس هم ما لحقوش يعملوا فتره اعداد. هم لعبوا البطوله العربيه وما كانوش عارفين هيعملوها، ولعبوا بطوله ورجعوا على الدوري فما لحقوش يعملوا فتره اعداد، مفيش نفس، فما فيش ما فيش وقت. فهو التوقف اللي جاي هيتوقفوا اسبوعين بعد الماتشات اللي جاي، ماتش الطيران هياخدوا فرصه ياخدوا نفس يرجعوا تاني، يعملوا في الاسبوعين ده فتره اعداد صغيره تشيلهم الماتشات اللي جايه. انا متفائل خير وان شاء الله فرقتي انا واثق فيها وكل الثقه ان شاء الله هيقدروا يفرحوا جمهورنا وان شاء الله هيعملوا حاجه السنه دي. انا واثق فيهم جدا ان شاء الله. يعني ان شاء الله يا كابتن اكيد كلنا ثقه ودعم زي ما حضرتك بتقول لكوماندوز كره اليد بنادي الزمالك في مستوى الاعمار مش بس في مستوى الفريق الاول. خلينا يا كابتن محمد نروح مع حضرتك بقى لموضوع حلقتنا النهارده، واللي كان بيتكلم عن لو كنت مكان أسوريو كيف ستخوض مواجهة بيراميدز بكرة إن شاء الله، وما هو تشكيلك الأمثل لهذه المباراة. خلينا نروح لأول رسالة معانا النهاردة لمياء حسن. طبعا صباح الخير عليك يا لمياء، بتقول أولا تغيير طريقة اللعب والبدء بطريقة لعب مناسبة وبدء المباراة بتشكيل صحيح مع وجود اللعيبة في مراكزهم الصحيحة وتضييق المساحات والضغط على المنافس واللعب الجماعي ولاعب الكوره من لمسه واحده مع معالجه الاخطاء الدفاعيه المتكرره التي يقع فيها الفريق. والتشكيل المثالي هو صبحي ومحمود علاء وحسام عبد المجيد وحمزه المثلوسي ومحمد عبد الشافي ودونجا ورؤى ومصطفى شلبي ويوسف اوباما وابراهيم انضاي وسيف الدين الجزيري. لمياء حسن شكلها في مجال التدريب يعني شكلها مدربه كبيره جدا. جمهور الزمالك غير صدقني بالظبط. طبعا مختلف. احمد عماد بيقول صباح الخير، بنصبح عليك يا احمد. التشكيل الامثل للمباراه محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وفتوح اللي ان شاء الله بيتمنى ان هو يبقى موجود وحمزه المسلوسي ودونجا ومحمد اشرف رؤى ويوسف اوباما وشلبي وشيكابالا وسيف الجزيري، وكل التوفيق لمستر اسوريو واللعيبه وان شاء الله الفوز زملكاوي. همسه الفجير بنصبح عليكي طبعا، والانسب مباراه عواد في حراسه المرمى. عواد يعني بيتعرض لاصابه ان شاء الله بنتمنى له كل السلامه،
وحمزه المسلوسي ومحمود علاء وحسام عبد المجيد وفتوح، وفي خط الدفاع دونجا، وفي خط الوسط اوباما وشلبي والجزيري وشيكابالا، وفي الهجوم ان شاء الله الجزيري، ويا رب المكسب 2-0 للزمالك، اكيد ده اللي بنتمناه ان شاء الله. وزي ما حضرتك بتقول يا كابتن محمد، جمهور الزمالك جمهور فاهم كوره وفاهم يد وفاهم كل حاجه، جمهور مش تقليدي زي باقي الجمهور يعني في الوطن العربي كله، مش هقول في مصر بس. لا مختلف تماما، مختلف تماما. لما بيجي يتكلموا معانا في هاندبول او بيتكلموا معايا في حاجه بيتكلموا وناس اكنها لعيبه هاندبول فاهمين جدا ومتابعين كويس قوي في كل الالعاب، مش في كره اليد او بس. يا كابتن محمد انت شرفتني ونورتني، انا بشكرك شكرا جزيلا، وهرجع اقول لحضرتك ان انا كنت بتشرف جدا بوجود حضرتك معايا، وشرف عظيم ليا حضرتك نورتني النهارده في نهار كوبي. لا حبيبي انا الشرف ليا، وانا يعني مش اول مره التقي بيك، يعني التقيت بيك من اول حاجه ليك، وانا اللي بتشرف بيك ومبسوط اني معاك، ونفسي اشوفك احسن حد في الدنيا، انك تستاهل ده بجد يعني. على راسي طبعا يا كابتن محمد، وانا بتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه، ونشوف بقى محمد هتلر في مجال التدريب حاجه كبيره زي ما هو كان حاجه كبيره كهو لعيبه. كابتن شرفتني ونورتني وبشكرك. يعني مشاهدينا ده كان النهارده اخر فقراتنا في برنامجنا مع كابتننا الكبير، واحد من اساطير كره اليد المصريه والزملكاويه، كابتن محمد رمضان هتلر. خلصت حلقتنا، اشوفكم ان شاء الله على الف خير.